أسواق مالية في إكويتي جروب. الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. بداية، إذا مؤشر الدولار يواصل الصعود في ظل حالة الترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي، والحديث بدأ عن 75 نقطة أساس وليس 50 نقطة أساس. ما هي التوقعات؟ هل يستمر الدولار في اكتساب المزيد من القوة؟ صباح الخير. بالفعل تطورت التوقعات بالنسبة إلى الفيدرالي الأمريكي مع بداية تداولات هذا الأسبوع يوم أمس الاثنين، ونلاحظ هذا اليوم بأن التوقعات أصبحت تشير لاحتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ب 75 نقطة أساس. يبدو بأن الأسواق المالية والمستثمرون فقدوا ثقتهم بالفيدرالي الأمريكي، حيث أشار الفيدرالي الأمريكي سابقا بأن التضخم قريب من مستويات الذروة، لكن بيانات يوم الجمعة الماضي أثبتت ارتفاع غير متوقع في معدل التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.6%، وهنا بدأت الأسواق تطالب الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 75 نقطة أساس، رغم أن اعتقادي الشخصي بأن 50 نقطة أساس قد يكون مناسب في الوقت الراهن للاقتصاد الأمريكي، لكن الأسواق المالية الآن تظهر بأنها فقدت ثقتها بالفيدرالي الأمريكي وتطلب منه رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، حيث أن توقعات CME Group تشير إلى نسبة مرتفعة جدا من احتمالية رفع الفائدة يوم غد الأربعاء ب 75 نقطة أساس. مثل هذا القرار قد يكون قرار لم نشهد مثله منذ عشرات السنين، لكن مرة أخرى أكرر برأيي الشخصي أرى بأن رفع الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر وثم رفعها ب 50 نقطة أساس الشهر المقبل قد يكون الخيار الأمثل للفيدرالي، رغم أن الأسواق المالية تطلب من الفيدرالي حاليا رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. العديد من البنوك أذكر منها جي بي مورغان سيتي جروب تتوقع رفع الفائدة 75 نقطة أساس، وهذا ما يجعلنا في رقابة كبيرة جدا لقرار الاحتياط الفيدرالي يوم غد الأربعاء في الساعة 9 بتوقيتنا المحلي. نعم، يعني سركيس هذا التوقع وأيضا هذه يعني الدلالات لدى قرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب، هل تم التسعير في سوق العملات على 50 نقطة أساس؟ وماذا عن باقي العملات التي تتأثر بشكل كبير؟ إذا ما تحدثنا عن اليورو تحديدا، يعني لاحظنا نتحدث عن معدلات نمو متراجعة، معدلات تضخم مرتفعة، وأيضا قرارات مرتقبة برفع أسعار الفائدة. كيف يعني يتعامل اليورو في ظل هذه التحديات إن صح التعبير؟ هنا أشير بأن الأسواق بدأت بتسعير رفع فائدة ب 75 نقطة أساس. الانخفاض الكبير الذي حصل يوم أمس في اليورو ليتم تداوله عند دولار وأربع سنتات، الجنيه الاسترليني عند دولار وواحد وعشرين سنت، الين الياباني عند أو قرب أدنى مستوياته منذ 24 عاما، الفرنك السويسري أيضا انخفض مقابل الدولار ليقترب من نقطة التعادل عند واحد فرنك إلى واحد دولار. كل هذا يظهر لنا بأن الأسواق بالفعل تشعر بأن الفيدرالي سيرفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، بينما في البنك المركزي الأوروبي من المحتمل الشهر المقبل أن يرفع الفائدة ب 25 نقطة أساس فقط. نعم. بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي هذا الأسبوع من المتوقع أن يرفع أيضا الفائدة 25 نقطة أساس، البنك الوطني السويسري، بنك اليابان من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة في النطاق السلبي. نعم، محلل الأول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.